التحديات والتحديات من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة وتحديات الحول المحليات الأصايل. شوطنا التاسع ينطلق على بركة الله، يحمل هذه المنافسة ويحمل شعارات أصحاب السمو والشيوخ التي تأتي بالمنافسة القوية وبالتحدي المميز والرائع. يحمل هذه المنافسة والتحدي المميز. ننطلق في هذا الشوط، شوط المحليات الحول المحليات، شوط ذلل الدار. ننطلق لنتعرف على المركز الأول وأبدأ مع صدارة الشوط. أجد على المركز الأول هملولة متقدمة لهجن الرياسة بمتابعة الظافر علي بن يمي اللوهيبي يتقدم مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني القدوم والانطلاق من قبل ثمينة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرث الحميري. يتابع انطلاق الثمينة على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وتقدمت على المركز الثالث الشاهنية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، وأيضا الوصول والانطلاقات الممتازة على المركز الثالث. القادمة على المركز الرابع الوثبة قادمة بكل قوة لهجن الرياسة بمتابعة سلطان بن محمد الوهيبي. يتابع انطلاقة الوثبة. المركز الخامس بدا الوصول والانطلاق من قبل أيضا الشاهنية لهجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. من الجانب الآخر هناك الوصول مع افراح قادمة على المركز السادس. افراح قادمة بهذا التحدي المميز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. هنا يتابعها طارش بن مبارك بالقوبع، يتابع انطلاقة هذا الاسم على المركز السادس. المركز السابع تدقلت الشاهينية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثامن هناك الوصول والقدوم مع هملولة لهجن الرياسة بمتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي. أيضا الوصول على المركز التاسع تقدمت ووصلت الشاهنية لهجن العاصفة بمتابعة غيات الهلالي. عاشر المراكز أختم النداء مع هملولة لهجن الرياسة بمتابعة علي بن يميل الوهيبي. مشاهدين متابعين الكرام، يا من تتابعون هذا التحدي وتتابعون هذه الأسماء العشرة المراكز الأولى، دعناها على مسامعكم وما خلف العشر أسماء لم يحين موعد دخولها. هناك ننتظرها عندي لوحة الإعلان بهذا المهرجان، بهذا المحفل الرياضي الذي يضم نخبة من فئة الحيل الذلل المحلي الأصايل. يحمل هذه الأسماء، يحمل هذه الشعارات القوية التي صالت وجالت في ميادين السباقات ولها وزنها، ولها أيضا وزنها بالتحدي وبالمنافسة. عودتنا إلى المركز الأول، إلى الشاهينية من تتقدم مع المركز الأول لهجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أبو سعيد المجازف يتقدم ليقدم لنا هذا الاسم الممتاز ويقدم لنا هذا الشعار المميز، وهذا الشعار بإنجازاته وبسجلاته يتقدم على الصدارة، يتقدم على المركز الأول مقدما تحديات الشاهنية باندفاع ممتاز، بانطلاق مميز، وأيضا انطلاق رائع وجميل على صدارة الشوط.
الشوط، لكن المركز الثاني ايضا الوصول والانطلاق على المركز الثاني من قبل هملولة لجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي. يقدم انطلاقة هملولة من الجانب الاخر، تأتي ثمينة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرض الحميري، يتقدم بهذه اللحظات على المركز الثالث، المركز الرابع الوصول مع افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع الحميري يتابع افراح بهذا الانطلاق الممتاز. المركز الخامس تصل الوثبة لجنة الرئاسة، يتابعها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز السادس وصلت وتقدمت الشاهينية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، ايضا الوصول والقدوم مع الشاهينية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، وايضا غادمة هذه الشواهين غادمة ايضا مع الشاهينية هجن العاصفة وغياث الهلالي. يتابع هذا الشعار، ايضا وصلت ايضا الشاهينية وتقدمت الهجنة الرئاسة، يتابعها المجازف محمد بن عتيج بن زيتون البهيري، ايضا الوصول ايضا القدوم. وصلت هملولة على المركز التاسع لهجنة الرئاسة، يتابعها العملاق ويتابع الظافر علي بن يميل الوهيبي، ايضا الوصول مع هملولة اخرى تصل الرئاسة مع المركز العاشر. وهملولة هنا يتابع الظافر علي بن يميل الوهيبي. مشاهدينا متابعين الكرام، عودتنا الى المجازف، عودتنا الى الشاهينية، عودتنا الى الرئاسة وهجنها مع المركز الاول مع صدارة الشوط، مع المركز الاول بالانطلاق الرائع بالاندفاع المميز، وايضا تنطلق مع حزام الغابات والمنحنى الاخير مع انطلاقة وتحديات الشاهينية. تتقدم الشاهينية بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يتقدم ليقدم انطلاقة الشاهينية وتحدياتها الممتازة واندفاعها المميز والرائع والجميل. إذن الشاهينية متقدمة في هذا الشوط، منطلقة على صدارة هذا الشوط بانطلاق مميز باندفاع رائع، وبأيضا انطلاق مميز بالفعل بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والرياسة مع المركز الأول. لكن المركز الثاني بدأ القدوم والانطلاق على ثاني المراكز مع الشاهينية لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، وأيضا المركز الثالث بدأ الوصول والانطلاق مع أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وأيضا الوثبة قادمة بالانطلاق المميز لهجن الرئاسة بمتابعة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. يتقدم وأيضا الأسامي قادمة والتحديات حاضرة بهذا الانطلاق المميز بالتحدي الرائع الذي يحمل هذه المنافسات ويحمل هذه التحديات والانطلاق الرائع. أيضا تصل أفراح بانطلاق مميز هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع، وأيضا هملولة لجنة الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي، وايضا وصلت ثمينة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي، وايضا وصلت الشاهينية لهجن العاصفة بمتابعة غيات الهلالي. ولكن مشاهدينا متابعين الكرام، اسماء قادمة بكل قوة، قادمة باحثة عن الفوز، باحثة عن الانتصار وصدارة الشوط. تتقدم الشاهينية ما زالت
تم سيطرة تمام السيطرة ومحكم القبضة على المركز الأول، باحثة عن الفوز والانتصار. إذن الشاهينية تتقدم على المركز الأول، تتقدم باندفاع ممتاز، ما تبقى إلا القليل. والرياسة تتقدم مع الشاهينية وأبو سعيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المجازف يجازم مع انطلاقة هذا الاسم المميز، هذا الاسم الجميل. ننوه الجميع، لايحة الـ1200 والشاهينية تستفتح هذه البوابة بانطلاق ممتاز بتحديات جميلة. انطلقت مع الصدارة، انطلقت بكل جدارة مع مقدمة هذا الشوط. إذن الشاهينية لهجر الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وأيضا أوصلت العاصفة مع الشاهينية لهجر العاصفة بمتابعة غياث الهلالي والأسامي قاتمة وهملولة قاتمة. على المركز الثالث هجر الرياسة بمتابعة علي بن ميل الوهيبي، ولكن وين يا الشاهينية؟ انطلقت الى المركز الاول الى الصدارة باندفاع ممتاز بلا اوامر ولا تعليمات، ولكن وصلت الشاهينية، هبت رياح التحدي، اوصلت الشاهينية على المركز الثاني. هنا على المركز الثاني الشاهينية لجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي والرياسة مع الصدارة واللحظات الحاسمة. ولكن الله يا العاصفة وهجنها تنطلق مع المركز الأول. بدلت الشاهينية، روحت إلى الفوز، انطلقت إلى الفوز. تهانينا وعلى هذا الفوز والانتصار إلى هجن العاصفة وإلى قيادة الهلالي. تصل إلى خط النهاية مهدية محبين وعشاق هذا الشعار الفوز والانتصار. المركز الثاني لهجن الرياسة، المركز الثالث لهجن الرياسة، المركز الرابع أيضا لهجن الرياسة، خامس المراكز للعاصفة. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن وهجن العاصفة على الفوز والانتصار وعلى انتزاع الشاهينية المركز الأول التي أعلنت هذا الفوز وأعلنت بأنها بطلة لهذا الشوط بتوقيت غدرة 12 دقيقة 23 ثانية أربعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا ناموس لهجن العاصفة وإلى قيادة الهلالي وإلى محبين وعشاق هذا الشعار المركز الثاني. هناك وصلتنا هي الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، توقيت 12 دقيقة 27 ثانية ثلاث من الأجزاء من الثانية. تهانينا للناموس هجن الرياسة وإلى المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث وصلت هملولة لهجن الرياسة بمتابعة الضافر علي بن ميل وهي بتوقيت 12 دقيقة 29 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.